تعتبر سلطنة عمان دولة مهمة على طريق الحرير البحري منذ قديم الزمان، وتتمتع كل من الصين وسلطنة عمان بحضارة عريقة وثقافة زاهية. تربط الصين وسلطنة عمان صداقة تقليدية، حيث يرجع تاريخ تبادلات بين البلدين إلى أكثر من 1200 سنة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.